في الصدر الهوى عمري أمل حمدي ووردي في الصدر الهوى عمري حزين خلود؟ خلود ايش فيك؟ يعني صار لك ساعة تلفين وتدورين، مرة تقولي لي عن سالفة يدك، مرة عن سالفة اخوك عبد الله، ترى للحين انا ما فهمت شو السالفة، قولي. لا ما في شيء حبيبتي، اقول لك يدي خذ خيمة اخيرا وانا رجعت لغرفتي الحمد لله. خلود حطي عينك في عيني وقولي لي شو السالفة؟ ما في سالفة، شنو تبين توصلي له وردة؟ غير غرفتك وغير ملكتي وغير عبد الله اخوك ويدك، قولي لي ايش عندك؟ عقب كل هالسنين تذكرني، بس ما تذكرني على الاناشيد اللي كنا نقولها في الفريج، ما تذكرني على الحور اللي في عيني اللي نقال عنه علامه من علامات الجمال، تذكر العلك اللي كنت ألز قاعد باب بيتهم. خلود انت تتكلمين عن من؟ أنا أتكلم لك. لحظة الحين تذكرت. إيه أنت تقصدين بيت أبو أحمد؟ لحتى أتذكر أن عقب ما صادك ما طلعتي من البيت فترة، خايفة عشان ما يهوشك مرة ثانية. والله ذكريات وردو، أنا جاية عشان تهونين عليه مو تزيديني، ناقصة أنا عاد. أوف كنت سوين الحركات. من رجع من برا هو على هذه الحال سارح ويفكر، حتى اني سألته ايش فيك تم ساكت وما رد. اكيد صار شيء معاه برا ما يبي يتكلم عليه، خليه شوي على راحته. فيصل اخوك ماله غيرك، روح شوفه واسمعه، لا يكون طايح بمشكله لا سمح الله ومحتاج عونتك. صدقتي الحين بروح اشوفه وما بخليه لين اعرف شو السالفه. انتي روحي بالقهوة وانا بروح اشوفه. حاضر من عيوني. هاي اخوي وين شارد؟ ويفيني ولا فيك، فيني ولا فيك يا نظر عيني. يما بديته، بسم الله عليك يا روحي، بسم الله عليك. شوفوا عاد
أنا توني اليوم منظفة الغرفة ملمعتها من كل قلبي، قلت أخيراً الحمد لله غرفتي رجعت لي ورجعت الحياة الطبيعية. أقول روحي الثلاجة في علبة روب، حطي قفشة ويبيها، لا تقعدين تاكلين فيها بالطريق، يلا بسرعة. يعني الواحد ما يرتاح في هالبيت، من قبل يده محتل غرفته والحين أنتو. الأسبوع قارسة عقرب وتو طالع مستشفى وتعبان، أنت شنو قلبك صخر؟ والله ذا كاسر خاطرك روحي فرشي له بغرفتك، ولا أنا لأن الطفل هبيطة في هالبيت وعادي أرضى بكل شيء. أقول ذلفي، ذلفي يلا، ذلفي. ما علي يما، هذه تغار منك. فديتك، فديتك يا نظر عيني، يعلي العقرب يقرصها إن شاء الله. اللي يسمعك الحين يقول إنك مراهق في أول عمر، قال حب من أول نظرة. عقل يا أخوي، اختيار الزوجة أهم قرار ياخذه الإنسان بحياته. ولازم يحكم عقله قبل الاختيار، أما اللي تحس فيه هذه مجرد نزوة يا أخوي. لا يا فيصل، ما هو بنزوة. أرجوك يا فيصل افهمني، صورة هالبنت ما فارقت خيالي أبد. يمكن مثل ما قلت هو حب من أول نظرة، بس حب كان معاي طول العمر. يمكن مرت فترة ونسيتها، بس بنفس الوقت عمري ما فكرت بحد غيرها. واليوم لما شفتها رجعت تحركت فيني كل مشاعر الحب اللي ظنيتها راحت مع الأيام. زين، أنا وياك وموافق على كل كلمة قلتها، بس اللي بيك تفهمها يا أخوي إن هالمشاعر مرتبطة بهذيك البنت الصغيرة اللطيفة اللي دمها خفيف. بس الحين يوم كبرت شلون صارت؟ يمكن صارت واحدة ثانية ما تعجبك. يمكن يكون معاك حق في الكلام اللي تقوله، بس هم بعد ممكن ما يكون تغير فيها شيء وتكون للحين نفس البنت الرقيقة الناعمة اللي قلبي دق لها من زمان. وعلشان نعرف الشيء هذي أنا محتاج مساعدتك. مساعدتي أنا؟ بس يعني مو بمساعدتك بالتحديد، أبي وفاء زوجتك تساعدني. بعد ما فهمت، وشلون وفاء بتساعدك؟ أنا بقول لك شلون. قول. أسمعك يا رب يا زمانك. ما خلص. ما خلص. هذه الشاي اللي طلبته يبا. هلا هلا بنيتي، كفو والله. تفداك عيوني يا الغالي، وانتي يا شمعة البيت ترى لك كل اللي تطلبينه. ما منها على هالكلام السرع هذا والحلو، اكيد في اوامر. تفضل يقول ايش تبين. يعني 500. انت قايل انك بعطيني فلوس؟ انت من علي طالعه فقع. انا مثل الفقع في هالبيت يما، لأنا طالعة لا أشبهكم لا بالشكل ولا جينات ولا حتى أطباعاً. وهذه يا بنيتي هاي 500. مشكور أبوي الغالي، فديتك ما قصرت. وبعض الناس ترى إذا تبون ندلعكم اعطفوا علينا. وهذه 500. الله، مبلغ أدلع فيه نفسي اليوم. عليك بالعافية. بس ما قلتي لي ايش تبين بهالفلوس كلها؟ محتاجه كتب وملزمه حق الجامعه، وعندي طلب صغير بس استحيا من ابوي. لا لا استغليني دام الفلوس موجوده. الفلوس بيده لا يطيرون، اخذي اللي تبينه. في جوال جديد نازل السنه وخاطري فيه. عفا عليك، اعتبر التليفون عندك. ما تقصر يا احلى ابو في هالدنيا. انت مو كأنك مدلعه زياده عن اللزوم؟ يا ما دلع بنتي؟ على دلعك انت؟ لا شنو؟ اسمع، ال 500 اللي اخذتها مني تعطيني 1000 بدالها، كيفك؟ تستاهل ان شاء الله. تستاهلين يا الغاليه انت. يلا تبون مني شيء قبل لا ادش غرفتي واشب الليت الاحمر اللي هو ممنوع الدخول لاي احد بس لي انا عشان ادخل في جو المذاكره. صار عندك ليت خطأ؟ اي زيني، ما حياك الله. يا هلا يا هلا، ما تقصرون عن اذنكم. الله يوفقك يا ابوي. Thank you.
والدواء. دواء عبودة وين؟ صبي وين راح؟ اخ مخي ما عاد حتى يفكر. حسبي الله على ابليس، حسبي الله على ابليس. بسم الله الرحمن الرحيم. نايمه بتعشق. خلود خلود، بسم الله الرحمن الرحيم. قومي. شفيت دو اخوك ما شفتي؟ لا. انزين ليش نايمه هني؟ ليش خليت البيت كله نايمه هني؟ وين انام وين؟ انت قولي لي، الغرفة انتوا نايمين فيها والصالة بعد ممنوع. صوتك لا يطلع، اخوش تعبان مريض، لا تخلينا عضك. انا متيين الفارس المغوار اللي يشيلني من هالظلم والعيشة والمعاناة اللي اشوفها انا في هالبيت كل يوم. و و و و الصراحة ما عندك غير هالسالفة الماسخة، ردينا على طاري اللي حسبي الله عليك، حسبي الله عليك. درب درب. يا رب يا رب تزرع لنا حب بقلوب وتحنن قلوبهم على بعض وتخلي السعادة بدربهم وما تفارقهم أبدا. يا رب يا رب. ايه ايه، شو تسوي في فريجنا انت وياه؟ يلا 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 ذلف يا لعينك البط. خلود انت ما لقيتك قاعدين في مكانك قدام الباب؟ انت من تكلمت كذي برا؟ انت اللي قولي ليش قاعده هني؟ احنا لو دشوي مع واحد من ربع ويمتن خشين، ها؟ على الاقل حط الشيل على راسك. بس خلاص رحموني. خلودة اذا اكلمك تقفي مكانك وما تمشي، فاهمه ولا لا؟ تبي بتموتين لو حطيت الشيل على راسك؟ بتموتين. اللي سمعك يقول انا قاعده بالشاليهات، ترى كلها قاعده بالحوش، لا بغرفتي لمكان، والحوش ممنوع، انا وين اتصل بحياتي؟ وين اروح؟ ذبحتوني. والله لو رحتي بيت رايل تسوي اللي تبي تسوينه، تلبسين فستان، دراعه، كيفك، اما هني لا، هالبيت له قوانينه، فاهمه ولا لا؟ وين الريال تتكلم عنه؟ وبك راح اشردهم كلهم. ويا ريت قبل اطبق القوانين علي طبقهم على نفسك بالاول. يلا عاد يلا يلا داخل، فوق شعرك قوة عينك، لا بالبيض رحين على راسك. عيني ناقص بعد. الله يهديك يا ورده يا بنيتي. انا بس ابي افهم، انت ليش متوتره؟ شو اللي مضايقك؟ تكلمي قولي اللي بخاطرك، ابي اسمعك. قولي يما. تبيني اقول لك كل اللي في قلبي وما تزعلين مني؟ وبصراحه يا ربي وليش ابي ازعل بس منك؟ الله يهداك يا ورده، انت قولي اللي تبينه عشان انت ترتاحين واحنا نرتاح. يما أنا ما أبي أحس نفسي مجبورة على الارتباط بصالح، وإنه مفروض علي فرض. ترى أنا يوم وافقت على الملكة وافقت بس كذي علشان أفتك من كلام الناس، وعلشان بس خلاص ما أبي أسمع شيء. كذي السالفة يعني؟ تبين تسكتين الناس بس؟ زين وإنت إيش تبين بالضبط؟ كاني قاعدة قدامك أسمعك أذوني مبطلة. يمه أول شيء ما تاخذون أي قرار يخص حياتي بدون ما تستشيروني. ثاني شيء الموضوع اللي يخص صالح. يا يما انا اوعدك اني اتمسك باي مشاعر تخليني احب صالح او انه يكون زوجي. بس يا يما اذا تمت مشاعري تجاهه، مشاعر اخوه وعيال عم تربوا مع بعض، ما اقدر ما اقدر اتقبله يصير زوجي، ما اقدر. اقول ورده ترى حرام عليك اللي تسوينه بنفسك وتسوينه فينا، حرام عليك. صالح ريال والنعم فيه، اي وحده تتمناه. انت مو بعاجبك ليش؟ ما ادري. يمه انا ما قلت مو بعاجبني،
بس الموضوع اللي قاعدة أفهمك وأحاول أوصلك إياه أنا مشاعري للحين ما تحولت لمشاعر حب وأحاسيس اتجاه صالح. عاد يمه خلاص أرجوك افهميني حس اللي في القلب. كملي بعد. يا ربي يا ربي وين حطيتهم؟ يعني الواحد ما يتنفس في هالبيت؟ حتى بيت الجيران الحين صار ممنوع؟ سبحان الله القوانين ما تتطبق إلا علي أنا. أما كلكم تسرحون تمرحون على راحتكم لا حسيب ولا رقيب. ترى اختنقت. إيش فيك أنت إيش فيك الحين كل هالصراخ والحنة والرنة بس عشان أبوك قالت لا تروحين بيت وردة؟ إيش فيها يعني إذا رحت لها؟ البنية متضايقة وتبينا ضروري، إيش فيها؟ إنزين إيش فيها وردة؟ ما عرفت إيش اللي صاير عندهم؟ يعني شلون بعرف سالفتها إذا أبوي مو راضي أروح لها؟ آخ منكم ومن أبوكم؟ أبوكم اللي ما يدري عن شيء، قاط كل هالدنيا والمسؤوليات على راسي، ما أدري إيش أصير أنا، أنا ما أدري إيش أصير، طلباتكم اللي ما تخلص ولا طلبات الزباين؟ خلاص ولا تضايقين ضي انا معاك بساعدك. مشكوره حبيبتي ما بيك تساعديني. نسيتي نسيتي اخر مره خذيتك سويتي طيرتي خد حصه وعقب حصيص حسبي الله عليها طيرت كل زبايني. مشكوره الحين انت ليش كنت تذكرين السيئات وما تذكرين الحسنات؟ الحين انا اللي اتذكر السيئات ما اتذكر الحسنات؟ مشكوره من ابوك ابوك مبارك. زعلتي؟ ماني زعلانة. الحين أنا أقول بنتي كبرت وتقدر مجهودي وتعبي. مشكورة. السلام عليكم. أبي 2 كيلو رز و2 كيلو سكر لو سمحت. ما عندي لا سكر ولا عيش ولا شيء. يلا فارج خلوني بروحي. حق اللي شيء اللي عندك. خلوني بروحي والله سكر ايش. يما تلحن زعلانة ورا ما دلبوز. يما يلا عاد امونة ابتسمي ضحكي يلا. انا متهرشة مع ابوك تركيني بحالي ضربتين بالراس توجع ترى كلش مالي خلق. خلصيني امشي. السلام عليكم. هلا والله. تعرفون بيت ابو ورده؟ حبيبتي كاه البيت. يلا هذا بيتهم؟ اي ما يلا خلود. يلا انت خلود؟ اي انا خلود. خلود بنت جيران ام وردي؟ انت مخطوبه صح؟ لا لا أنا مو مخطوبة هالكبية كبت عينك. لا مخطوبة ولا متزوجة. فرصة سعيدة تشرفت بمعرفتكم عن إذنكم. هلا والله حياك. أقول ايش تبي من بيت بوردة؟ انا المستغربة منه سألت عنهم وبعدين هونتهم مشت. ليش؟ امشي امشي خلينا نخلص شغلنا وعقب ارد اروح المهرة افهم السالفة. مع السلامة حبيبتي. مع السلامة اشوفك على خير. خوش كريم. هلا. اول مرة اشوفك ترتاحين حق واحدة من اول نظرة. صراحة تنحب؟ اي وانا صادجة البنت كذي كذي تحسين كذي تعرفينها من سنين تبارك الرحمن. لا وباين عليها بنت خير وبنت عز وبنت ناس. انت يطلع منك هالكلام؟ الو انت امي ولا واحدة ثانية مبدلينك؟ زين انت ايش عرفك؟ ايش عرفك يا الغبيه؟ انت عشان توصلين مواصيل امينه يبي لك 30 سنه. هذه باكر بنصير انا وانت مليونيريه بسبتها. ايش عرفك انت؟ امشي امشي يلا. مليونيريه؟
مهره؟ مهره؟ ورده؟ يا وينكم تمللت انا؟ ان شاء الله، الحين اشوف ورده واناديها، يلا. يلا. صالح؟ صالح؟ تعال يا يبا زين تمللت انا قاعد بروحي ما حد عندي هني. ان شاء الله ان شاء الله يبا. الله الحمد لله والله الحمد لله على هاليمعة. تدري يا يبا اللي قعدنا مع بعض وسولفنا وضحكنا وكل النساء الثاني هذه فيها راحة للنفس. وانت صاجب وانت صاجب وانت صاج تقولها وانت متضايق ايش فيك؟ لا يا يبا ما فيني شيء، بس راسي عورني شوي، خذت حبتين بندور وبعد ما في فايدة. سي راسي عور يروح المستشفى. ان شاء الله يبا ان شاء الله. وين بنتك؟ لقيتها تبي تنام، تقول مصدعه وتعبانه وهم هي متضايقه يعني ما تقدر تسهر ويانا، وتعتذر منك صالح يما، تقول لك انا اسفه والسموحه. اي صحتها وسلامتها أهم من السهر. من رخصتكم عندي دوام أول الصبح ولازم أروح أرقد. أبوك خذيتها من الفندق. هي زين زين شلون عطتك؟ تعطيني سهم يلا شلون؟ ما عطتني، قالت لي روحي عقب اطرشهم لك مع الدريول. الحياره مستحيلتهم شو من العدل بدون ما تاخذين بيزاتك تقولي لي ما تبين ما عطتني، تقولي بتطر شنو بالدريول؟ لا حبيبتي احنا ما عندنا هالسوالف، احنا ناخذ بيزاتك قبل ما نطلع. عطني سهم يما. خلود الله قطع طقي. وينه؟ صدقني يا راشد من دشيت عليها غرفتها لقيتها منسدحة ونايمة، تقول راسها يعورها يمكن من الجامعة ودراستها. يا محرة يا بنت الحلال سمعي كلامي بس، هو راسي يعوره وهي راسها يعوره، ايش دعوة يعني بالصدفة صارت السالفة هذه؟ يمكن هو تعبان من شغله، انت ايش حق تكبر السالفة؟ خلاص واللي يسلمك. لا يا محرة انا خايف ان احنا استعيلنا وكل السالفة هذه صارت بسبة جارتك، هي اللي خلتنا نستعيل في منشأتك. لا تظلمها يا راشد، ترى كانت خايفة على البنية لا أكثر ولا أقل، ما كانت تقصد شيء ثاني. والله أنت اللي طيبة زيادة عن النزوم، عبالش الناس كلهم مثلك. وانت بعد مشكلتك أنك تحكم على الناس من أول موقف، ترى اللي يشوفها كذي عبالهم راعية مشاكل، بس هي ما فيها شيء. لا والله ترى هذه سوسة والبلا براسه، كل البلاوي من تحت راسه. راشد ترى الكلام هذا اللي تقوله مو صحيح، صدقني مو صحيح، هي ترى ياهل وعلى نياتها، بس يعني يمكن عندهم مشاكل، وصدقني انا متاكده انهم محتاجين مساعده. عرفك عدل انا، انت اللي حطيتي شيء في راسك تصرين عليه، لكن تدرين؟ انا مو مضيع وقتك. تصبحين على خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. وينك؟ ما شفناك على العشاء؟ معلي اعذرني يا فيصل، كان عندي شغل وايد مهم. هاي مرت اخوي. وين؟ طمنيني. ايش سويتي؟ سألتي عنها ولا لا؟ حلوة ما شاء الله. انت شفتيها؟ مو يقولون رب صدفة خير من ألف ميعاد؟ أنا كنت رايحة لبيت جيرانها يلي قلت لي عنهم، بس من بين الكل هي اللي طلعت بوجهي. زين وش رايك فيها؟ حلوه ما شاء الله. شو الحكي يا بنت الحلال؟ مهره انت فرح رقم ما شاء الله عليك، يعني الحين لان امورهم الماديه ضعيفه تخليهم يتصرفوا بالطريقه هذه؟ انت ليش تبي تصعب الامور علي؟ ما اعرف افهمك. انت شايف امينه
من صباح الله خير ليه بالليل وهي تشتغل مسكينة وزوجها قاعد ومرتاح لا شغلة ولا مشغلة. قلت يعني تكلمه وناخذ أجر. أنا كلمه ما هرش فيش انت تدخليني بسوالفهم مشاكلهم بعد يقطون علينا احنا. بعدين تعالي انت ايش دخلتش انا بأفهم ايش دخلتش من بينهم. يا راشد ولي سلمك ركز معاي بس شوي، ناس محتاجين مساعدة، ايش فيها يعني؟ أنا بغيت واسطة حق الناس شكلها أنا يبي لي واسطة. ما علينا، خل نرجع لمحور حديثنا. والله نرجع لمحور حديثنا. قومي روحي اشتغلي مذيعة بعدين. أفكر، ليش لا؟ خيلي خلاص 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 قتلة. سلمي يلا. يعطيك الله هداك يا أبو وردة، محتاجين مساعدة ما تطيعني. هي صوتها كذي متعودة يعني. لا. حسبي الله عليك يا مبارك، حسبي الله عليك. بطقني أنا لك يا أهل دينك الكسر، يا أهل دينك الكسر. لا تكبرينها يا أمينة، هو كان شي النية يبي يطقني. لا بس هو كان يبي يطقني وأنا قلت كذي. هين هين يا مبارك، والله اللي يدوس لي على طرف بمسحها من الارض مسح. انا لك يا علي دينك الكسر ان شاء الله. ونعم الاخلاق والرجوله، ما تقدر الا على حرمه. هذا الضعف بعينه وعلمه، لما الريال يضرب مرته، ريال الضعيف اللي ما يقدر يتكلم وتحكي يضرب، لكن ريال الشم الأصيل يسامح الزلة. نعم إلا إذا كانت غلطة كبيرة هني عادي يجازيه بالطلاق. الحين اللي سوته عادي ولا طلقها. أحاتيك أنا أحاتيك عادي بنحة أحاتيك الدم اللي سوته عادي ولا طلقها. عادي عيا الجن جم تسامح منها وحبها على رأسها وقول لها أنا آسف. يلا جم بطلني شبني بطلني صلاح يا حلو. هذا اللي بيصير لازم كل يوم وياهم كذي. ما نحبه. صدقيني حاولت يا خلود بس ما في فايدة. تخيلي حتى نظرة تحرك مشاعر الحب اللي عندي ما في. تدرين ذاك اليوم ايش سويت؟ وقفت ونطرت عند الدريشة، قلت بشوفه وهو طالع الدوام بيشوفني بيبتسم لي بيعطيني ابتسامة وداع. ما في. تخيلي حتى ولا التفت لي. وايد انقهرت ذاك اليوم، وايد انقهرت. انت ليش تحبين تبالغين في كل شيء؟ الحين انا بالغ؟ شنو فهميني؟ مو بالمفروض الحين ان الحب هو مشاعر تسيطر على الحبيب بكل لحظه وكل ثانيه؟ ما كل واحد يعبر عن حبه بطريقته، وكلنا نعرف ان صالح شاب خجول. اختي اعطيه عذر، يمكن لان أهلك مربينا مكبرينا فيحس إن احتراماً وتقديراً لهم النظرة، ها النظرة لبنتهم نكران للجميل. حبيبتي خلود هالكلام قبل ممكن، بس الحين هو مالك علي. ليش مو قاعد يحسسني بأي مشاعر؟ ليش قاعد أحس للحين مشاعره باردة تجاهي؟ تبين نصيحتي وردة؟ صالح ريال والنعم فيه، لا تضيعينه من يدك. واللي مثله يستحق فرصة وثنتين وثلاث وعشر. يعني حاولي انت تبادرين ابتسامة نظرة، دم مملوك عليكم يعني. حتى بالنظرة والابتسامة انا اللي لازم ابتدي وابادر؟ لا كذي وايد الصراحة. ما منك فايدة ولا راح تفهمين، انا واحدة تأخرت وبرجع البيت. حتى انا اصلا عندي محاضرة الحين. الله معاك. نصيحة لا تعقدينها، بس المواضيع وبتنحل. يلا خليك. الوحيدة اللي قدرت تغير أضراب أحمد عن الزواج
خلود، حب النظرة الأولى. الحب ومو أي حب، الحب الأول. في سبب أهم وأكبر من هيك؟ طلع مو بسهل يحبها من أيام بيتنا القديم. هو بس اللي مو سهل؟ لا، إحنا غير. ممكن أنت ناسية، أذكرك. المهم هو الحب والاحترام والتفاهم اللي بعد الزواج. عم وعبودي بودي بودي، وهذا الولد عبودي. احنا ما يطولنا من الحب جانب. حكي ما ماخ اخذها. شبعتي ما؟ يلا حبيبي روح غسل روح. احاكيك وين ما يلولنا من الحب جانب. ايش تبي؟ زهرة البراري. الحين الحين صرت زهرة البراري ها؟ نسيت؟ خلاص يا يبا انا اعتذرت لك. نسيت؟ ايش عقبه؟ ايش عقبه يا مبارك؟ ايش عقبه؟ عقبه الطق، عقبه السب، عقبه الاهانه، عقبه الضرب، ايش عقبه؟ انت اللي عصبتيني الله هداك وطلعتيني من طوري. وانا شنو قلت؟ انا شنو قلت غير الصج؟ الصج اللي بنت ببراضة تسمعه. وهذا انت بس شاطر تقط اخطائك علي وعلى عيالك، واحنا لازم نسكت ونتحمل. وماني عارفه ماني عارفه ليه متى بصبر واتحمل بس خلاص بعد. الحين شو المطلوب؟ ما فهمت. والله عاد انا مو مشكلتي اقعد اضيع وقتي افهم من لا يفهم. عرف عنيده ما ترضى بسهوله. شو اسوي يا شو اسوي يا مبارك؟ شو اسوي؟ لقيتها سياره. هي من زمان خاطرها بسيارة، وأنا بعد خاطري بسيارة عشان الشغل. نضرب عصفورين بحجر واحد. تفضلي يا زوجتي العزيزة، مستحملي الطيرين من الفرحة. تفضلي تفضلي. Oh.
الورد.